فأي حادث
وَاللَّهُ عز وجل استجاب لنبيه ذلك
أبدل كلمة هارون بكلمة علي، فقال اللهم اجعل لي وزيرا من أهلي، عليا أخي اشدد به أزري وأشرف فيه. فما هو المراد من هذه الشراكة في الأمر الذي ثبت لهارون بالنسبة لأخيه موسى عليه السلام، والتي ثبتت لأمير المؤمنين عليه السلام بالنسبة لأخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خصوصا أن النبي صلى الله عليه وآله وهارون قد نسبوا هذا الأمر إلى أنفسهم، أضافوا إلى الأمر، أضافوا يا النسبة، وبينوا بأن هذا الأمر مختص بنا، وطلبا من ربهما أن يجعل هارون وأمير المؤمنين شريكين في الأمر الذي هو ثابت لهما. فما هو المراد من هذا الأمر؟ الجواب باختصار عن ذلك، المراد بهذا الأمر هو مسألة التبليغ، يعني تبليغ الأوامر الإلهية وتبليغ الأحكام الإلهية إلى الله عز وإلى الناس القادمة من الله عز وجل. فاللي طلب هو أمر التبليغ الأول، لأن التبليغ تارة يكون تبليغا أوليا وتارة يكون تبليغا غير أولي. التبليغ الأول هو التبليغ الذي لا يكون مسبوقا بأي تبليغ، يعني يجي الحكم من الله عز وجل، وأول تبليغ يصدر لهذا التبليغ يسمى تبليغ الأولية. أما إذا كان مسبوق بتبليغ واحد اثنين ثلاثة أربعة أكثر من ذلك، إذا كان مسبوقا بتبليغ لم يكن هذا التبليغ أوليا وإنما يسمى تبليغا خيرا. وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله وكذلك في زمن النبي موسى كان التبليغ الأول مختصا بالنبي، ما يمكن لأحد من الخلق أن يقوم بمهمة التبليغ غير النبي، ولهذا الله عز وجل أوكل إلى نبيه أن يقوم بهذه المهمة وأن لا يقوم بها أي أحد من الخلق. لكن مهمة التبليغ غير الأول مشتركة، يمكن أن يقوم بها النبي ويمكن أن يقوم بها غيره. أي شخص من الناس ممن سمع الحكم من النبي صلى الله عليه وآله يستطيع أن يقوم بمهمة التبليغ غير الأول، لأن النبي مو ملزم أن يبلغ الأحكام الشرعية إلى كل فرد في المجتمع، يدور على واحد واحد، يكفي أن يبلغ هذا الحكم إلى مجموعة من الناس وهذه المجموعة تتولى تبليغ هذه الأحكام إلى مجموعة أخرى، وهكذا ثالثة ورابعة وإلى ما لا. ولهذا لأن النبي صلى الله عليه وآله كان دائما يقول بعد تبليغه لحكمين من أحكام الله أو بعد تبليغه لأمر من أوامر الله، كان دائما يقول ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا يدل على أن هذا الأمر مو بس مختص بالنبي. فإذا عندنا التبليغ تارة يكون أوليا وتارة يكون غير أولي. والنبي صلى الله عليه وآله لما سأل رب
له في أمره، طلب بأن يجعل عليا شريكا له في التبليغ الأول، مو طلب يكون شريك إياه في التبليغ غير الأول، لا، طلب أن يكون شريكا له فيما اختص الله عز وجل به. لأن لو النبي طلب أن يكون علي شريكا في التبليغ غير الأول لكان طلب النبي طلبا عبثيا، وحاشا النبي أن يفعله، لأن التبليغ غير الأول ثابت لأمير المؤمنين وثابت لغير أمير المؤمنين. فإذا كان أبي النبي صلى الله عليه وآله يطلب لعلي هذا التبليغ، فإنه يطلب شيئا ثابتا لعلي، يصير من قبيل تحصيل الحاصل. وهذا العقلاء يجمعون على أن طلب تحصيل الحاصل يعد عبثيا، والنبي لا يفعل الهوى ولا ينطق الهوى إن هو إلا وحي. فإذا النبي صلى الله عليه وآله طلب لعلي أن يكون شريكا له فيما اختص الله، وقال يا ربي كما أثبت لي هذا الآن فاجعله أيضا لأخي علي بن أبي طالب. وهذا الآن ثابت إلى النبي، ثابت إلى النبي على نحو الاستقلال، لكن هو ثابت إلى أمير المؤمنين على نحو النيابة، يعني أنه ينوب عن أخي المصطفى صلى الله عليه وآله، مو مثل ما حاول أبناء العامة أن يشنعوا على الشيعة الإمامية رضوان الله تعالى، لأن أبناء العامة حاولوا أن يشنعوا على الشيعة بادعائهم أن أمير المؤمنين قد حاز على منصب النبوة. الأئمة حازوا على منصب النبوة، ليش؟ كل هذا باعتبار أنهم أثبتوا للأمير المؤمنين مقام التبليغ الأول، أو لأنهم مثلا أثبتوا للأئمة أن الملائكة تتنزل عليهم، مع أن هذا مردود بصريح من القرآن الكريم. القرآن بيّن في كثير من المواضع بأن الملائكة تتنزل أيضا على غير الأنبياء، فهذا القرآن يتحدث عن مريم بأنها كانت تحدث الملائكة، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فإذا هذا المقام ثابت إلى مريم من باب أولى أن يعطى من هم أفضل من وهم محمد وآل محمد. صحيح ما ينزل على الأئمة من أجل إنزال الوحي، لا، دول ينزلوا من أجل تهنئتهم، من أجل تحذيرهم من خطر محدق، من أجل تعزيتهم، ينزلوا من أجل أن يعلنوا للملأ بحدوث واقع وفاجعة. ولهذا ما أكو ضرابة، ما أكو عجب إذا نزل جبرائيل عند صلاة الفجر ونادى بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى قتل والله علي المرتضى. هذا النداء جل جل
قاذبة هدمت ويحك للأقدار للإسلام أركانا يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد وآل محمد. اللهم صل على صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا كريم. ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم.